بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الثانية من المحور الثالث. سنتعرض في هذا الفيديو إلى شرح الكومباتيبيليتي كونديشن. بداية، هذا الجسم المحمل بهذه الطريقة هي بار both fixed and fixed من جهة الـ A وfixed من جهة الـ B، وعليها لود بقيمة P على النقطة C. Since there are two unknowns and only one equation of static، هنا معانا اثنين unknowns وهما الـ FA والـ FB reactions at both end fixed end، وليس معنا إلا معادلة واحدة وهي معادلة الـ static. سيجما F تساوي صفر تعطينا FA زائد FA زائد FB، هنا الـ FA reaction زائد أو ناقص الـ P يساوي صفر. سيجما F يساوي صفر على Y يساوي FA زائد FB ناقص الـ P يساوي صفر. معادلة واحدة و two unknowns. Herein what we need is an additional equation that specifies how the structure is displayed due to the applied loading. Such an equation is usually termed the compatibility equation or kinematic condition. المعادلة اللي راح نضيفها تسمى بالcompatibility equation أو بالkinematic condition، وهي معادلة تضاف حتى يصبح معنا معادلتين، وبالتالي يمكننا حل ومعرفة الـ FA والـ FB. فيما يلي سنتعرض إلى شرح هذه المعادلة الثانية. In order to determine the compatibility for this example, we need to determine how point C is going to move. النقطة C راح تتحرك تحت تأثير قوة الـ B. And how much point B moves in relation to point A. Now since both ends of the bar are fully fixed, then the total change in length between A and B must be zero. التغير في الطول أو الحركة، التغير في الطول ما بين النقطة A والنقطة B هو صفر، بالرغم أنه النقطة C ستتحرك. Basically, the amount that length AC elongate, CB contracts. الجزء AC سيعمل استطالة، ولكن بالمقابل الجزء BC سيحصل عليه إيش؟ سيحصل عليه contraction، يعني تقلص. هذه المعادلة هي ماذا؟ هي الدلتا AC زائد الدلتا CB يساوي صفر، يعني التغير في الطول على AB على AC زائد التغير في الطول على CB يساوي صفر، يعني total change in length يساوي صفر. هنا معانا تفصيل الfree body diagram لكل جزء الـ AB والـ AC والـ CB. هنا الجزء AC حصلت عليه استطالة، النقطة C تحولت إلى النقطة C داش. الfree body diagram هنا هو الآتي: FA و BAC. هنا الجزء BC حصلت عليه إيش؟ تقلص، النقطة C راحت للنقطة C داش، وهذا الفري بادي دياجرام تبع الفورس تبع الجزء BC، يعني فيه الفورس FB و PCB. التوتال تشينج ان لينث دلتا تساوي صفر. هنا معانا التحليل، تحليل القوة على السيجمنت AC. مجموع القوة يساوي صفر، يعطينا FA تساوي PAC موجب، يعني عندنا تنشن، وبالتالي دلتا AC حسب القانون تساوي FA ضرب LAC تقسيم EAC ضرب AAC. بالنسبة للسيجمنت CB نفس القانون، سيجما F تساوي صفر تعطينا PCB يساوي سالب FB وهي compression بما أنه سالب، والدلتا CB حسب القانون تساوي هذا الفورم minus FB LBC تقسيم الECB ضرب الACB. حسب الكومباتيبيليتي كونديشن، توتال تشينج ان لينث دلتا تساوي دلتا اي سي زائد دلتا سي بي يساوي صفر. راح نجمع هذا كله مع بعض، بالنهايه سنتحصل على معادلتين تو ايكويشنز. المعادله الاولى تحصلنا عليها من الكومباتيبيليتي ايكويشن، والمعادله الثانيه تحصلنا عليها من التوتال فري بادي دياجرام. بالنهايه نتحصل على قيمه اف بي والاف اي، ومن الممكن حسابها. لو كان الـ EAC ضرب الـ AAC يساوي الـ ECB ضرب الـ ACB يساوي constant، يعني أنه متكونة يعني من نفس الماتيريال بالنسبة للـ E ونفس المقاسات بالنسبة للـ area، في الأخير نتحصل على أنه يعني ممكن اختزال FB تساوي LAC تقسيم الـ L ضرب الـ P، والـ FA تساوي LBC تقسيم الـ L ضرب الـ P.